And I'm definitely questioning if I've made the right choice moving here. But despite everything, I still love Yazan, and I'm ready to give our relationship another fight. So Yazan suggested that we talk to his uncle. He thought he would be able to help us convince his parents that we need more time to get married. Fingers crossed. Assalamu alaikum. Hello, Yazan. How are you? Thank you. Sit. I'm Brittany. خالي لأنه أنا دايماً بطلع عليه بحسه إنسان مثقف، هو الوحيد اللي ممكن من العائلة يفهمني وبقدر يشرح لأبوي، لأنه أبوي كثير بيستمع له. امبارحيات رحت أعرف على أبوي وأمي. وإنه نحكي مع أبوي عشان موضوع الإجراءات الخطبة وشو لازم نعمل وقامت القيامة. مشكلة وأهلي إنه بريتني ما بتعطي في حجج عشان الجواز. هيك هم ماخذين فكرة أهلي. بريتني قالت له إنه أبوها بده يجي لهسا ما وقعنا البيض. I don't know what you're talking about. I said that my parents, what's happened like yesterday, why my parents like so angry? I'm already so confused. I know they're talking about me, but everything is in Arabic. All I'm hoping is Yazan is asking his uncle to buy us some time. هي أنا اللي بدي إياه إنه نقعد الفترة هاي وتعارف. هي حالياً ما أسلم. لا هي حالياً ما أسلم. ما هو عشان هيك خال أنا بدي الفترة هاي. أنت بدك تراعي هسا إنه أبوك هاي الشغلة يعني جديدة عليه أو مثلاً مش راح يتقبلها بسهولة. هو من الصعب إنه أقنع عائلتي إنه إحنا نستنى شوي أو نعطي حالنا فرصة قبل ما نتجوز. يعني أنا زي أكني بدي أقول لهم إنه أنا وياها بدنا نكون أصحاب. أهلي ضد الموضوع هذا لأنه هي هذه شغلة ضد العادات والتقاليد. فهم ما بدهم يعني إنه أتجوزها وتيجي تأسلم بسرعة. أنا خايف إنها تكره الإسلام. طبعا ديننا حرام إنك أنت تجبر إنسان يفوت الإسلام غصب عنه. برأيي أو بمعرفتي إنه أبو يزن شوي من المتشددين شوية، بس هي بدها تأسلم يكون قرارها.